العاشرة والنصف نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم من قناة العيون مباشرة، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط حفل تسليم جائزة الحسن الثاني برسم بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية. ومن بوجود تابعوا لقاء من أجل تتبع وضعية تموين الأسواق خلال شهر رمضان. الورقة الرياضية من الطنطان وفعاليات تظاهرة الرشاقة للنساء. أهلا بكم إلى التفاصيل. مستهل النشرة التذكير بالأنشطة الملكية خلال هذا الأسبوع الذي نودعه، أنشطة ميزها بداية الأسبوع ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بمشروع أنبوب نقل الغاز نيجيريا المغرب وبالتعاون المغربي النيجيري في مجال الأسمدة. تقرير عيال السرتي. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب وبالتعاون المغربي النيجيري في مجال الأسمدة. توقيع يأتي بعد بضعة أشهر فقط من زيارة جلالة الملك لجمهورية نيجيريا، ويشكل دليلا على نجاح الشراكة التي تجمع الرباط بأبوجا، وهو النجاح الذي يجد تفسيره في إرادة قائدي البلدين حيال تكثيف المشاريع الثنائية. حفل التوقيع تميز بعرض شريطين مؤسساتيين يبرزان العائدات السوسيو-اقتصادية للمشروعين ومكاسبهما على المستويين الإقليمي والدولي. هو مشروع ضخم يجسد للرؤية المشتركة التي يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس النيجيري السيد محمد بوهاري من أجل تعاون مشترك فاعل ومتضامن للقارة الإفريقية قائم على التعاون جنوب جنوب ينجز من طرف الأفارقة ومن أجل الأفارقة، وهو تجسيد لدبلوماسية الفعل والقول وتجليا آخر لرؤية جلالة الملك لإفريقيا متحكمة في مصيرها واثقة في مستقبلها. وفي ختام هذه المراسم أقام جلالة الملك حفل استقبال على شرف الشخصيات الحاضرة. ويوم الثلاثاء استقبل جلالة الملك بالقصر الملكي بالرباط فخامة السيد هادي سيريكا وزير الدولة في النقل بالجمهورية الفيدرالية لنيجيريا. بلاغ للديوان الملكي ذكر أن وزير الدولة نقل لجلالة الملك رسالة من رئيس جمهورية نيجيريا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الاندماج الإقليمي في غرب إفريقيا. ويوم الجمعة أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بساحة الميزان بفاس على تدشين مسجد تفضل جلالته فأطلق عليه اسم مسجد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى قبل أن يؤدي به جلالته صلاة الجمعة. وفي اليوم ذاته استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس الفريق عثمان علي طه المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن أحمد البشير الذي سلم لجلالته رسالة خطية من فخامة الرئيس السوداني. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد عصر اليوم بالرباط حفل تسليم جائزة الحسن الثاني برسم بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمركب الملكي للفروسية والطبور دار السلام. وبعد أن تتبع سموه أطوار المباراة النهائية لفئة الكبار سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميداليات الذهبية برسم جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية لفرسان سربة جهة بني ملال خنيفرة، والميداليات الفضية لسربة جهة الدار البيضاء ستاته، والميدالية البرونزية
لسربة جهة الشرق. وفي نهاية هذه التظاهرة الكبرى أخذت للفرسان المتوجين في فئة الكبار صورة تذكارية مع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ومن أجل تتبع وضعية تموين الأسواق وخصوصا بالمواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيلة، نظم بمقر عملية إقليم بوجدور لقاء ترأسه عامل الإقليم وضم مختلف المتدخلين في هذه العملية. في المتابعة بريغين العروسي ومحمد شارع. لضمان تموين عادي للسوق المحلي بجميع السلع والمواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الفضيل، عقد هذا الاجتماع بمقر عمالة بوجدور. الاجتماع تمحور حول الإجراءات المتخذة استعدادا لمقدم شهر رمضان الأبرك، واستهل بكلمة افتتاحية لعامل الإقليم أكد من خلالها على ضرورة انخراط كل الأجهزة المكلفة بالمراقبة لتتبع وضعية التموين، وكذا محاربة كل أنواع المضاربة، والهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك. بعد ذلك تم التأكيد على الوضعية التموينية الجيدة للأسواق المحلية. الهدف من هذا الاجتماع هو أولاً إطلاع الحضور على التوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى تعليمات الوزارة الداخلية بخصوص الترتيبات الواجب اتخاذها من أجل ضمان تزويد الأسواق المحلية بالمواد والسلع الأكثر استهلاكا. المناسبة كانت فرصة سانحة لتصدير برنامج مكثف ويومي للمراقبة خلال شهر رمضان، قصد التتبع المستمر لحالة التموين والتدخل في حالة تسجيل أي نقص في المواد المطلوبة. يتضح أن كل المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان أنها موجودة وبوفرة، وكذلك بأثمان مناسبة. بالأكثر من ذلك، هناك انخفاض لمجموعة من الأثمان كالبيض والدجاج والطماطم والعدس، بعدما كانت في نفس الفترة من السنة الفارطة بأثمان مرتفعة شيئا ما. والهدف من هذا البحث هو اتخاذ السهر على أن يكون هناك تموين جيد، وضمانا لاحترام الشروط المطلوبة في مجال إشهار الأثمان والمحافظة على ظروف الصحة والسلامة والجودة المطلوبة في السلع المعروضة، وكذا للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك تم تشكيل لجنة خاصة لتفعيل آلية التنسيق والتتبع على مستوى التحسيس والمراقبة. في موضوع آخر، نظمت المديرية الجهوية للاتصال بجهة الداخلة وادي الذهب بتعاون مع منتدى الصحراء للصحافة والإعلام لقاء تواصليا مع صحفيي الجهة أطره ثلة من الخبراء في مجال الإعلام. اللقاء تم خلاله مناقشة أهم ما جاء به القانون المنظم لمهنة الصحافة من مستجدات وما يرتبط به من ضمانات قانونية للعمل الصحفي. علي حميميد ومحمد يدس. تسليط الضوء على مدونة الصحافة التي دخلت حيز التنفيذ 10 من أغشت 2016 ومناقشة مستجداتها، هدف هذا اللقاء التواصلي الذي نظمته المديرية الجهوي للاتصال لفائدة صحفي جهة الداخلة وادي الذهب، والذي تم خلاله أيضا التركيز على أهمية ما تحمله هذه المدونة في طياتها من الضمانات القانونية للجسم الصحفي. والهدف من هذا اليوم التواصلي هو تكييف الجسم الصحفي بالجهة مع القانون وتحسيسه والعمل على إشراكه في الانخراط في هذه المدونة، بهدف تأهيله من الناحية القانونية وتأهيله حتى من الناحية الاقتصادية، لأن المداخلات اللي تتم في هذا اليوم الدراسي هناك مداخلة تهم الجانب القانوني وهناك مداخلة تهم الجانب الاقتصادي والمقاولاتي. هناك مجموعة من البنود التي أتت بالجديد بطبيعة الحال وتحاول أن تتلائم
مع التطور الحاصل في المجال في المشهد الإعلامي وفي المشهد التكنولوجي بصفة عامة. بطبيعة الحال مشاركة المعهد ومشاركتي شخصيا هي الاهتمام بإبراز موقع المقاولة الإعلامية في مدونة الصحف والنشر، وبطبيعة الحال النصوص التي تخصها في مجال أولا إنشاء هذه المقاولة، في مجال بطبيعة الحال التمويل الإصرار، في مجال المحاسبة، وفي مجال المؤهلات التي يجب توفر لها العاملين في هذا المجال. اللقاء شكل فرصة لصحفي وإعلامي جهة الداخل والذهاب لطرح تساؤلاتهم حول القانون الجديد المنظم لمهنة الصحافة وحول مآل صحفي المواقع الإلكترونية بلجيا في ظل هذا القانون. تعزيزا وترخيصا لحرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا في هذا القانون الجديد، جاء المشرع بمجموعة من المبادئ ومجموعة من الضمانات، من أهمها ضمانات على مستوى المحاكمة وعلى مستوى البحث التمهيدي وحتى على مستوى إصدار الأحكام وتنفيذها ونشرها. كنتمنى من هذا اللقاء أن فهمت إلامس هموم الصحفيين المهنيين والمنتسبين للقطاع هنا بالجهة، لأن الصحافة هنا محتاجة تكوين، محتاجة فهم للقانون المواد ديالو. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار مجهودات المديرية الجهوية للاتصال بجهة الداخل وذهب التواصلية للتعريف بمستجدات القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر. في الشأن التربوي، ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي ستستمر إلى غاية يوم الخميس 15 يونيو المقبل. وأهابت الوزارة في البلاغ بأمهات وأباء وأولياء الأطفال البالغين 6 سنوات على الأقل، أي من مواليد سنة 2011 وما قبل، وكذا الأطفال المزدادين إلى غاية 31 من مارس 2012 المبادرة بتسجيل بناتهم وأبنائهم داخل هذه الأجال. وأشارت إلى أنه في حالة ما إذ ورد طلب تسجيل خارج الأجال المحددة سلفا فسيتم تسجيل المعني بالأمر حسب ما تتيحه الخريطة المدرسية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية. وأضافت أنه يمكن لأمهات وأباء وأولياء الأطفال المعنيين ربط الاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية بخصوص كافة التساؤلات والاستفسارات حول الإجراءات الخاصة بهذه العملية. واحتفالا باليوم الوطني للمسرح المدرسي، نظمت إحدى المؤسسات التعليمية بالداخل حفلا تربويا تخللت عدة أنشطة ترفيهية تهدف إلى الرقي بالعملية التربوية وتشجيع الناشئة على الاهتمام بأبي الفنون كوسيلة تعليمية تعلمية تساهم في خلق عدد من المواهب التلاميذية. المناسبة كانت أيضا فرصة لآباء التلاميذ للوقوف على إنجازات أبنائهم في هذا المجال. هذا الحفل الذي يقام اليوم يأتي تتويجا للبرنامج السنوي الحافل الذي أنجزته مؤسستنا طيلة هذا الموسم الدراسي سواء داخل أو خارج المؤسسة، ولكن يأتي أيضا في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمسرح المدرسي. أصدر الستار بمدينة طرفاية على فعاليات النسخة 8 من ملتقى عيون الأدب العربي الذي تنظمه جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية. حفل الاختتام تميز بتنظيم ندوات فكرية وأدبية وتكريم مجموعة من رموز المنطقة. عمل الإقليم مرفقا بوفد رسمي حضر هذا الحفل الختامي. تفاصيل في متابعة محمد لمي القارح وصالح رقيبي. فكرية تناقش موضوع أدب الرحلة، جماليته وخصوصيته عبر مجموعة من العروض والمداخلات للمهتمين هي ما ميزت اليوم الاختتامي للملتقى. نسخة هذه السنة عرفت حضورا إفريقيا وازنا خاصة من السنغال والجزائر تونس وموريتانيا، كما تم أيضا تكريم عدد من الشخصيات البارزة في الساحة الثقافية عرفانا بعطائها. نحن اليوم بمدينة طرفاية لاختتام أشغال عيون الأدب العربي في دورته الثامنة والتي تحتفل بالرمز حمص عيد في وكانت أشغال الملتقى
فيها ندوة علمية هامة، بالإضافة إلى تكريم ثلاث شخصيات بارزة في الساحة الثقافية، وهي المرحوم بريك الزروالي، ثم العالم الجليل من موريتانيا خليل النحوي، والأديب الشاعر منير الرقي من تونس. ونعتبر هذا التكريم نظرا في المرآة، فقد رأوا كريم خلالهم في أخيهم، والكرم من شأنهم ومن شأن أهل هذه البلاد، والشيء مأتاه لا يستغرب. أشكر لهم ولهذا البلد كله كريم العناية والحفاوة، وأسأل الله لهم مزيد النجاح والتوفيق. حضرت إلى ملتقى العيون الأدبي مشاركا في الندوة الشعرية، مشاركا أيضا بإلقاء المحاضرات، ومشاركا باعتبار أن الجمعية تبارك الله فيها قد كرمتني، وهذا يشعرني بسعادة عظيمة، ويشعرنا أيضا بشيء من الحرص على العمل القادم إن شاء الله. وبعد استكمال فقرات اليوم الختامي للنسخة الثامنة لملتقى عيون الأدب العربي، تم رفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله. وفقكم الله. في الرياضة، نظمت الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثرية للرشاقة البدنية الوثيرية للرشاقة البدنية والأساليب المماثلة بمدينة طنطان الدورة السابعة من تظاهرة الرشاق لجميع النساء. هذه التظاهرة الرياضية التي تهدف إلى التحسيس بمخاطر السمنة وسبل مكافحتها لقيت ترحيبا وإقبالا كبيرين لدى المستفيدين. فاطمة الزهرة الفحصي والحنفي بيبا. من أجل رشاقة بدنية وذهنية، هو الشعار الذي تحمله الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثرية والرشاقة البدنية في تظاهراتها التحسيسية والتوعوية والتي خصصتها لنساء الأقاليم الجنوبية منذ سنة 2010. كنديروا دروس في التغذية، حيت حنا كنعتمدوا على التغذية السليمة والمتوازنة وممارسة الرياضة، لأن ملي كنهضروا على الوزن ولا على السمنة، هي أولا الحمية، هي اولا الحميه، وثانيا يعني اكبر 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 صديق ديال الحميه من ديال محاربه السمنه من غير الحميه هو الرياضه، باش كنحافظوا على القلب ديالنا وعلى الجسد ديالنا. هذا العمل هذا الاقبال اللي كان اليوم، يعني الاقبال اللي كان رائع جدا، واللي كنتمناو انه يتوج بواحد المسيره، واحد الرياضه ديال المشي غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي يعطي واحد الانطباع جيد ويخلي واحد الارتياح، لانه كيعالج واحد المجموعه ديال الافات والمجموعه ديال الظواهر. برامج متنوعه وشامله برمجتها الجامعه ضمن فعاليات هذه التظاهره المختاره بهدف توعيه وتحسيس النساء الصحراويات باهميه الممارسه الرياضيه والسلوك الغذائي السليم والمتوازن من خلال لمجموعة من النصائح الطبية بتأطير من أطباء مختصين في التغذية ودروس في رياضة الأيروبيك. أغلب نصائح اللي هنا يعني اللي عطيناهم واللي فسرنا لهم هو أنهم يعني يتبنوا يعني أكل صحي ومتوازن باحترام يعني عدد الوجبات، وياخذوهم في الوقت ديالهم، يعني المحتويات ديال الوجبه ديالهم، الوشيره اللي ياخذوا بها مثلا اللحوم ولا يعني الحوت السمك، يعني يعني ياخذوا اكثر الخضر والفواكه، ويزيدوا يعني في نسبه يعني شرب الماء. ممكن تساعد حيت فيها حميات للتخسيس، فيها كيعطوك نصائح بالنسبه للرجيم، يعني ما يمكنش دير انت رجيم قاصح عليك بدون استشاره الطبيب. كاينين اطباء اللي كيوروك اشنو ديري، كاين حركات خساره الوزن. الرياضه كتحميك من اي حاجه، كتحميك من مرض السكر، كتحميك من الكوليسترول، وكتحميك من العيا، كتدور الدوره الدمويه كدير. وهذا اللي جعلني جيت لهي، انا كنت لقيت مشكله راسي، كنت لقيت الغلط ونمشي ما نقد نمشي والهادي، ولكن الحمد لله كنجري في الصباح وندير الرياضه في الصباح. اعاده الرشاقه وتوفير بنيه صحيه امنه وراحه نفسيه وجسمانيه أضحت ضرورة ملحة في ظل المخاطر الجسيمة التي تسببها السمنة للمرأة، من أبرز الأهداف التي تراهن عليها الجامعة من خلال هذه المبادرة الرياضية والصحية. إلى جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير لزميل عياد السرتي.
نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: تلقى خصوم الوحدة الترابية للمغرب صفعة قوية في محاولتهم الثانية لعرقلة طريق الفوسفات المغربي، حيث قررت السلطات البانامية السماح لسفينة المغربية محملة بالفوسفات بمواصلة طريقها نحو كندا. وأضافت الأحداث المغربية أن مصدرا أكد أن السفينة غادرت بنما وهي هي الآن في اتجاه الميناء الذي من المرتقب أن تصل إليه الباخرة فاتح شهر يونيو القادم. صحيفة آخر ساعة كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين: حمل عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية الجارة الجزائر مسؤولية عدم التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب. وقال الخيام الذي كان يتحدث ضمن فعاليات المنتدى المغربي الإسباني للأمن ومكافحة الإرهاب بالرباط إن المغرب يتعاون مع جميع دول الساحل وشمال إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن هناك نقطة سوداء وهي غياب أي تعاون مع الجار الجزائر محملا إياها مسؤولية رفض التعاون. وأضاف الخيام أن انعدام التعاون الأمني كليا مع الجزائر يعطي انطباعا على أن المنطقة يمكن أن تكون عرضة لانتشار التنظيمات الإرهابية، خاصة أنها جد نشيطة في عدد من دول الساحل مستغلة بذلك هشاشة بعض دول المنطقة كما هو الشأن في ليبيا. واعتبر المصدر ذاته أن انعدام التعاون بين البلدين الجارين الذي تتحمل الجزائر مسؤوليته سيعرض المنطقة لا محالة لتهديدات إرهابية. صحيفة برلمانكوم كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن كريستوفر روز توقف منذ 30 من أبريل الماضي عن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في إخبار أرسله للصحفيين المعتمدين بالمنظمة إن روز توقف منذ 30 من أبريل لسنة 2017 عن تحمل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء. في الختام للتذكير بأبرز عناوين هذه النشرة المباشرة: صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جائزة الحسن الثاني برسم بطولة المغرب للفنون الفروسية التقليدية. ومن بوجدور تابعنا لقاء تواصليا من أجل تتبع وضعية تموين الأسواق خلال شهر رمضان. كما تابعنا في الرياضة روبورتاج من الطنطان لفعاليات تظاهرة الرشاقة للنساء. نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكنكم متابعة نشرة أخبار قناة العيون على موقع SNRT.com. يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، لكن تحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور والجوجل بلاي. كما تلتقون معي عادة بهذه النشرة غدا على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. شكرا لكم على طيب المتابعة، غدا إن شاء الله ترافقكم الزميلة ملكة المرابط. إلى الملتقى إن شاء الله.